انا لها. اللي طلع يطلع. لا لا يا جماعه لا، يعني انتوا اول مره تجون المسابقه. يا الله بقى الموضوع واضح. والله النفسيه ما هي بنفسيه تسهيله مر، ما هي بنفسيه تسهيله. نفسيه اجوبه ولا نفسيه ايش؟ نفسيه بر، نفسيه نقابلك. ها نقابلك نسولف احنا وياك يا بعد قلبي حبيبي. وجهك مو معطيني انه انت مستانس انك شايفني، معطيني مشاعري داخليه انا غير خارجي. ها مشاعري في اعضائي داخليه. لا لا حس تسطرني لو اقر. ودي اسالك بس لو سمحت يعني ناظر. لا لا عادي بس لا تقرب مره. ربطوا يدينا. جاهز السؤال يا سعود؟ ان شاء الله. لا تنفعل، والحياه عباره عن تجارب، والانفعال ترى ما هو بصحي للانسان. اي لا تيف. لا تيف؟ تبي لا تيف ولا شنو؟ اقول لا تيف. لا تيف. فانا ما ابغاك تنفعل، تاخذ الامور بريحيه. ايه زين؟ تمام؟ وشيل نظاراتك وركز، حدد عوارضك، الامور يعني في الحياه يعني بالمجمل لطيفه. تمام؟ والانفعال ترى ابدا ما هو بصحي للانسان. قشعت ام البويه حقت البوديوم. اعتذرك تسال لاني بقشع اشياء ثانيه بعد البوديوم. تقشع قول عادي يعني. خلينا نكون صريحين ويقول ترند مذيع ينطق على الهواء. يا انت صديقي، انت صديقي. اسال انت فريق الشمراني صح؟ ايه والله اني داري. طالع قدام العدوى انتقلت. السؤال يقول كيف شوف شغلهم كدادي. ايه انجز. عضو مسؤول عن تنقيه وتصفيه الدم من السموم. ايش هذا العضو؟ عضو؟ هل هو عضو كونغرس؟ ها؟ ايش تتوقع؟ مسؤول عن تصفيه وتنقيه الدم من السموم. ايه يعني كذا اشياء تمر انت سام توكل على الله انت كذا هو جو كذا. هذه وظيفه من وظائف الجسم سبحان الخالق. تخيل هالوظيفه. طيب من اهم الوظائف في الجسم ما نعرف اي عضو يسويها. نهدى فلاح اقسم بالله لا اكرش العالم من اللي تلجم معهم مع بعض. 10 ثواني. 5 4 3 ها الكبد. الكبد. يا تبدي تبداه. بس دقيقة من قالك تروح من مكانك؟ تعال تعال اجلس هنا. اجلس هنا. جلست. لا اله الا الله. استي استي كيف حالك عبد العزيز؟ بخير. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. بخير والله. امورك طيبة؟ طيبة. مرتاح؟ مرتاح. زعلت قبل شوي هواش سعود؟ لا لا ما زعلت. اكيد؟ ما هوشت اصلا. نهائي؟ نهائي. انتوا اخوان في الاخير. صح. صح وزعلكم يعني عشان طيب. كذا انا قاعد اخذ. هاوشة هاوشة. هاوشة. ليش؟ ليش؟ ايش ذي الهواش المستحي ذا؟ ما احب هاوش انا. ليش يا سعود؟ ليش؟ انت ليش سويت؟ ليش يا سعود؟ ليه؟ هاوشة هاوشة. ليش ما جاوبت سهل؟ ايش فيك انت؟ ايش فيني؟ قول له قول له قول له اخذناها في الجامعة. قول له اخذناها في الجامعة شو؟ في الجامعة قالوا بي او سهلة مرة والله سهلة. فيك مو تفكر. شباب ايش سهلة مرة مرة سهلة. ايش العضو المسؤول عن تنقية الدم من السموم؟ والله التلوة. إجابة يا بعد السلايك يا سعود خاطئة. يا الله يوه حسوفة مو جاوبت ليه؟ إيه بس أنت تأخذ باللسان زين والحين جاوبت خطأ. ليه؟ بس هو سهل معروفة. خذوها في الجامعة قال خلاص. يلا الآن واحد منا وواحد منا من اللي ما طلعوا. والله إنه في بالي.